السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. ما غبرناش ياك اخويا. وفين اخويا؟ فين غبرتي انت؟ الطبله كشفات، كانت حمراء ولات كاشفه. صافا كمل. غبرناش ولكن تنوجدوا الامور. غادي نذكروا اشنو هما الامور اللي خلاونا اننا ما نديروش فيديوهات هاد 3 ايام. شنو هو 3 ايام؟ 3 ايام غادي اللي ضربك بهاديه ودك بهاديه واخا حاكم. ولا عرفتي شنو؟ خلينا في الموضوع زواج خوتي، توحشكم بزاف، تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده وكذلك الحميمات ديالكم. عرفت شنو ندير، ولكن مع كل فيديو غادي تفهموا فين كانت، فين غبرت، فين مشيت، اشنو وقع، اشنو طرا، اشنو جرى. المهم بالنسبه للفيديو ديال البارح، بالنسبه للحمامه المفقوده اللي حطيناها وداوها واحد جوج الناس اشخاص، ومن بعد 5 ايام جا مولاها وقال لي بانه راه حمامتي تستعرفوا مني متى ما درتش مع الكاميرا. المهم خوتي قال لي بانه حمامتي، جاب لي مسكين شنابر مع انني ما طلبتهمش ليه، وتا هو كذلك هو جابهم باش يطلقهم من هنا. وفي نفس الوقت جا مسكين وعطاني واحد زقاوه، حيت بانت لي انا ما عنديش زقاوه، جاب لي زقاوه كعاديه. المهم ما عليناش. بالنسبه لهذاك الفرد مشى قعد شهرين ونص. دابا انا صيفط لكم الفيديو البارح باش تفقسوا واحد شويه وتطلبوا من هذاك الدري زعما الله يهديه. هادشي الا كان دار، وفي نفس الوقت انا حطيت هذاك الفيديو باش الا كان شافو يتصل بيا، ولا فهمتيني يتصل بيا ويقول لي. المهم توضح يوضح لنا كما بغى داك السيد توضح على هذاك الشنابر، وانا كذلك حيت فاش جا عندي هذاك السيد حسيت بالشمته، حسيت بالشمته، ولكن في نفس الوقت نقول يقدر يكون عنده الصح، يقدر ما يكونش عنده الصح. متحية لهم بجوج فهمتيني، راه عادي انا غبوصت منكم، ما يتقلق مني حتى واحد فيكم، لا صاحب الحمامه الاصلي اللي عرفنا ولا لا ما عرفناش. المهم ديما توضح دابا ما عليناش، دوزوا لهذا الشيء. نسى دازت شهرين ونص. الا تفقستوا البارح من الفيديو اليوم غادي نقول لكم بانه دازت شهرين ونص. طلعت للسطح وانا لقى داك الشنبور جا عندي، اختار هاد الزاويه هادي، اختار هاد الدار هادي، ورجع عاوتاني عندي بدون ذكر البلاصه منين جا منا. معليش المهم الشنبور اغلبيه الناس صحابو طلع حمامه، حيت اغلبيه جاو عندي انا وقلت لهم هذا راه اللي وقع هو اللي وقع. واي واحد جا عندي طلع عندي مثلا انايا تنفسر ليه، تنقول بانه الحمامه اللي وقع لها واللي وقع لها وهادي راه ديال فلان، وراه ان شاء الله غادي ندير ليه فيديو وغادي نفاجئو به. هذاك الفردي او هذاك الشنبور بالنسبه للمولى هادي صحابو بانه طلع حمامه، حيت الاغلبيه الناس كانوا جاو عندي صحابهم حمامه، مي يلا طلع الرويشات وداك الشيء وريش الحوق وطلع فردي. يلا طلع، تخيلوا معايا تقريبا شحال دابا 6 شهور 7 يلا الحق الفرجي. علاش التفسير تاعكم نتوما في الكومونتير، واش كاين شي نوع تاع حمامتي تعطل شويه في هذا الشيء في الحوق. السلام عليكم. تنتكلم وفي نفس الوقت مني متى ما هضرتش شي جي داخليني نعم وقلي فاش نتحرك وكذا. معليش انا نجيب لكم هذاك تشوفوه باش يكون زعما كلامي موثوق زعما وكلامي لا صح وراه ماشي تنتفلا وماشي كذا. بالنسبه للفيديو تاع البارح قبل ما نمشي نجيب السنبور سمحوا لي حطيتو باش ما نخسروش داك الفيديو اللي كان قبل، اي حطيتو باش بقى الفيديوهات شي مرتبط مع شي بزاف تاع المواضيع دابا تتيحوا ليا في الراس. وفي نفس الوقت باش نحط لكم الشنبور، واكبر نقطه اكبر نقطه هي ان درنا حنا هذا الكونت هذا ماشي عباره عن قناه، وواحد النهار من بعد 4 شهور او 5 شهور تقريبا من التليفون ديال الوالد دخلت وانا نلقى انه يوتيوب ما عرفتش كندير الحجر الصحي حتى هو كذلك ودار القناه فهمتيني، وفعلنا القناه ولو فيديوهات يطلعوا كان عندكم مشاكل بزاف فيهم فيديوهات يطلعوا يا 5 دابا راه 79 فيديو، والبارح كمل 80 وانقطاع دام 7 شهور. دابا 7 شهور واو 7 شهور وانا عازل الحمام 7 شهور، ما كاين حتى تفريخه، كاين شنبور واحد بالنسبه حمام الشواطه البيضاء راه شنبور مات،
واحد اخر بالنسبه لهاد الصنابر هادو اللي هنا، كما جاو الدراري عندي راه شافوا كل شيء بانك كنت عازل الحمام. وي واحد جوج الجوجه غفلاتني وحطت البيض وطلعوا جوج صنابر في هذيك لابيريود تاع البداله اللي ما خصهاش تكون، ما خصهاش تكون زعما المزوجه. المهم طلعوا جوج صنابر، واحد جا جدري والاخر عاش. راه دابا الحمامه في اللحوق تقريبا، في اللحوق هادشي اللي كاين. ونوض نجيب لكم الصنبور باش نفرحوا الجميع كما اتفقنا البارح. البارح كانت الجمعه، حطيت هذاك الفيديو وبحبي زعما انني ما باش نخسر حتى شي واحد. درت بثلت الاصوات تاعهم. علاش؟ بالنسبه لهذاك السيد اللي كان جا معروف هو في مراكش، انا من في بلاصتي بلاصتو، عادي يقولوا لي عادي يبداو يتفلاو عليه البعض تاع الناس. بعض الناس يقدروا يتفلاو عليه في لي كومونتير، يقولوا لي مثلا الحمام اللي تيمشي ما تسول عليه، الحمام اللي تيمشي ايام ساعه صدق هذا الفرد هذا مشتل ناري كتبيت نقول الحومه، معليش مشتل هذوك الداو هذوك الناس تاع هذيك الحومه. ومن بعد شهرين ونص طلعت وانا نلقى، وكنت نتسنى منك اخويا انك تتصل بيا يا اما البارح يا اما اليوم وتجي تعتذر او توضح، حيت يا اما جوج، يا اما هذاك الفرد ماشي ديالك يعني بيدخل في نطاق التوضيح او الاعتذار، يا اما ذاك الفرد راه يعجبك ودرتي داك الشيء. المهم بلا ما ندخلو نخرجو في الموضوع، انا دابا اللي قلتها اليوم هادوزو عليا. علاش؟ حيت مني متى ما هضرت مع واحد الشيء، وهذا الشيء هذا اللي حاليا دابا شنو هو لاباراي هو التليفون. ونوض اخو اسماعيل جيب او خوتي بالنسبة لذاك الشنبور اللي كان مشى. المهم اللي وقع في هادشي بلا ما نعاودو الهضرة تاني، هو هذا انتوما عقلتو عليه انتوما خوتي، في ريشة بيضة في الشواطة. في خبركم ما عمري شديتو بيديا من عرجة، على حساب شهرين ونص من سبعة تقريبا واحد اربعة ونص في هاد الشفاعة في هاد اللعبة هنايا. المهم هذا هو الشنبور تاع مولاه، هذا هو الشنبور ديال مولاه اللي لحد الان باقي ما توضحش الامور، ولكن انكم نتوما خليكم نتوما تعطيوني الاقتراحات ديالكم من تحت ديال من بالضبط، انطلاقا من الموضوع تاع البارح وانطلاقا من كيفاش جات هذاك السيج وكيفاش جا هذا الاخر اللي قال بانه ديالو. في نظركم نتوما شنو بان لكم؟ حطوا داك الشيء في لي كومونتير، قولوا الفكره تاعكم اش بان لكم في هذا الشيء. وفي نفس الوقت بالنسبه لهذا الشنبور اللي او دابا راه فردي، دابا خصنا نقولوا ليه فردي، قربنا نتزوج عند مولاه بيان سور، مع انه كانوا الناس يطلعوا عندي هنا تيقولوا لي اه جوجو ديرو، حاولوا ما نهضروش مازال على الناس على قولة الله اكبر بدون انهم يكونوا حاضرين هنايا. والناس راني فاش جاو لهنايا ضربت فيهم اغلبيتهم تيقول هاد الهضره، ضربت فيهم راكم عارفين رزقكم، راكم حبابي وصحابي، داكشي علاش نهضر معكم ديريكت مقطوع. السلام عليكم، خلو في الكومنتير اشنو بان لكم في هذا المعنى هذه ديال هذا الشنبور هذا، خلو في الكومنتير. شوف من الاخر تنشكركم بزاف اللي قلتو غبرت وكذا، تنشكركم بزاف مشى التليفون ورجع ولقيت لي زابيل ديالكم، تنشكركم بزاف. الله اكبر، ما قدرش نكمل، كيدوز الاذان او ميعادنا فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. دابا بيخرج حتى الحجر الصحي بيكون فيها بزاف تاع الحوايج خصو يتناقش معايا فيهم.